اتلقيتني جريت حضرتك وجيت لقيت محمد ابني مرمي في الارض مغمى عليه، ومحمد برضو شبه مغمى عليه، وهند ومامتها كل الاكل كل الاكل. كلنا اتلقيتني جريت على البلكونه وقعدت انادي للناس اقول لهم الحقوني احنا اكلنا سمنه. في مطلع شهر مارس لعام 2024 تلقت عائلة مصرية تقيم في مركز رشيد بمحافظة البحيرة طردا غريبا يحمل أسماء عدد من أفراد العائلة. كان الطرد يحتوي على دعوات حفل زفاف بأسماء أفراد العائلة وقطعا من حلوى الكنافة الشعبية في مصر. وعلى الرغم من غرابة الموقف فقد تصور أفراد الأسرة أن تلك كانت طريقة جديدة لدعوتهم لحفل الزفاف، وتناولوا قطع الكنافة دون أدنى تفكير. مرت بضع ساعات قبل أن يبدأ أفراد الأسرة في الشعور بالخمول والإعياء الشديد، وقد ظنوا في البداية أنها ربما تكون نوبة إعياء عابرة، لكنهم سرعان ما ربطوا بين المغص الشديد الذي ألم بهم وبين الحلوى التي تناولوها منذ عدة ساعات. بعضما لاحظوا أن جل من تناولوا الكنافة كانوا يعانون من الأعراض ذاتها. فمحمد ولي كان أول واحد فيهم يبان عليه العرض، اتلقيته عينيه بيضت ووقع وتلقيت وشه بيض والعرق ده نزل من وشه كده حضرتك، وحالة إغماء بقى، ما فقد الوعي خالص. انتقل 5 من أفراد الأسرة على الفور إلى المشفى، وهناك تلقوا العلاج اللازم. وقد أفصح أفراد الأسرة للأطباء عن مخاوفهم بشأن قطع الكنافة التي تناولوها، الأمر الذي جعل مسؤولي المشفى يستدعون الشرطة للتحقيق في الأمر. ترى هل كانت الكنافة مسممة بالفعل؟ أم أنها كانت مجرد صدفة؟ وما هي ملابسات هذه الحادثة الغريبة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر كانت تدور في أذهان المحققين الذين هرعوا إلى المشفى للتحقيق في الحادث. وقد تعين عليهم خوض ضرب طويل من التحقيقات والاستجوابات للوصول إلى حقيقة الأمر وإلقاء القبض على الشخص المسؤول عن هذه الجريمة. فإذا كنت أنت أيضا ترغب في معرفة الإجابة على هذه الأسئلة، تابع معنا هذه الحلقة من قناة وقائع حتى النهاية. أكد التحليل المشفى أن أفراد العائلة الخمسة قد تعرضوا لمحاولة التسميم بالفعل، وأن أجسادهم كانت تحوي بقايا أحد أنواع السموم المميتة، لكن لحسن الحظ فقد وصلوا للمشفى في الوقت المناسب لإنقاذ حياتهم. بعد وصول أفراد العائلة للمشفى بوقت قصير، وصل رجلين آخرين إلى المشفى بعدما شكوا من نفس الأعراض بالضبط، وكان هذين الرجلين معروفين للغاية بالنسبة لأفراد العائلة، حيث إنهما كان المحامين الذين توليا مهمة الدفاع عن ابنتهم نعمة عندما كانت تحاول الانفصال عن زوجها. أوضح المحامين للأطباء والمحققين أنهما أيضا تلقيا طرودا مشابهة لتلك التي تلقتها أسرة نعمة، وأنهما تناولا الكنافة أيضا بحسن نية قبل أن تظهر عليهما أعراض الإعياء الشديد. في تلك اللحظة تيقن رجال الشرطة الذين حضروا للتحقيق في الأمر أن تلك الحادثة لم تكن مجرد صدفة، وبدأت الشكوك تحوم حول زوج نعمة السابق البالغ من العمر 56 عاما، والذي كان على خلاف شديد مع زوجته وأسرتها بعدما انفصلت عنه الأخيرة عن طريق المحكمة. كانت نعمة في الحقيقة تقيم في ألمانيا، ولحسن حظها فقد كانت بعيدة عن المحاولة الانتقامية التي طالت أسرتها ومحاميها الاثنين. لكن على كل حال كان على المحققين التثبت من الأمر قبل أن يقوموا باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد زوج نعمة السابق. قام المحققون بتفقد كاميرات المراقبة خارج منزل أسرة نعمة ومنزلي المحاميين، وقد أظهرت لقطة كاميرات المراقبة بعض الأطفال وهم يقومون بإيصال الأكياس البيضاء التي تحوي علبة الكنافة المسممة إلى منزل الضحايا. استطاع المحققون التواصل مع أهالي أولئك الأطفال الصغار، وخضع الأطفال للاستجواب من قبل المحققين تحت إشراف أسرهم. وقد أجمع الأطفال المتورطون في الحادث على أنهم التقوا برجل في منتصف العمر كان يخفي وجهه بشال كي لا يتعرف عليه أحد، وقد عرض عليهم هذا الرجل أن يدفع لهم جنيهين لكل منهما مقابل إيصال الكنافة إلى منازل الضحايا. كانت كل الأدلة تشير إلى زوج نعمة السابق، الأمر الذي أدى بالمحققين في النهاية إلى إلقاء القبض على الرجل،
ووجهت له السلطات تهمة الشنع في قتل 7 أشخاص بغرض الانتقام من طليقته المقيمة في ألمانيا، خصوصا بعدما استطاع عدد من الأطفال التعرف عليه على أنه الشخص الملثم الذي أعطاهم أكياس الكنافة وطلب منهم توصيلها. فخلونا وبتاع، وبعدين جابوا لنا صور مين ده تعرف دوت. اتفاجئت ان جوز اختي اللي بعت العلبه للجاري اللي هناك اللي اتصل بيا قال لي تعالى خدها. اقر زوج نعمة على انه كان على خلاف مع اسرة زوجته السابقة، وذلك بعدما منعته الاخيرة من رؤية ابنائه او الالتقاء بهم، مشيرا الى ان اسرتها عاونتها على ذلك. بالاضافة الى ذلك، كانت نعمة تستقطع جزءا كبيرا من راتب زوجها بحكم المحكمة، وذلك للإنفاق على أبنائها، وقد تأذى زوجها من ذلك أيما إذا، خصوصا أن نفقات مدارس أبنائه كانت باهظة للغاية. على الرغم من كل العوامل التي جعلت منه المشتبه به الرئيسية في القضية، فضلا عن الأدلة الظرفية التي جمعها المحققون ضده، أصر طليق نعمة على أنه لم يكن مسؤولا بأي شكل من الأشكال عن حادث التسمم الجماعي الذي تعرضت لها أسرة طليقته ومحاميها. لم تصدق السلطات المعنية بالتحقيق رواية الرجل بطبيعة الحال، وقررت التحفظ عليه ريثما يتم الانتهاء من التحقيق، فيما تم إرسال ما تبقى من أكياس الكنافة بالإضافة إلى بطاقات الدعوة إلى المعمل الجنائي، وذلك لمقارنة البصمات الموجودة عليه ببصمات طليق نعمة، ومقارنة الخط الموجود على بطاقات الدعوة بخطه. لا يزال التحقيق في هذه القضية جاريا حتى وقت تصوير هذا الفيديو، ولا يزال طليق نعمة مصرا على براءته من كل التهم المنسوبة إليه، لكن القضية لاقت زخما إعلاميا غير مسبوق، وذلك نظرا لغرابتها، وقد تصدرت القضية ترند في مصر والوطن العربي في الآونة الأخيرة، ولا يزال المتابعون ينتظرون نتيجة التحقيقات بلهفة. في حال إدانته بتهمة الشرع بقتل 7 أشخاص، فإن طليق نعمة ينتظره حكم مشدد بالسجن، لكن كل ذلك مرهون بتحقيقات النيابة العامة التي لا تزال مستمرة. ماذا تظن أنت؟ هل كان طليق نعمة مسؤولا بالفعل عن تسميم أسرة زوجته السابقة ومحاميها؟ أم أنه صادق في أقواله التي أدلى بها أمام سلطات التحقيق؟ شاركنا برأيك في التعليقات. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.